بدءا لا أعتقد بأنها ستطلق صواريخ من الأنفاق. تذكر، من أجل أن تطلق صاروخا في الجو فهذا يستدعي مقدارا كبيرا من قوة الصاروخ، فإذا أطلقت هذه الصواريخ من تحت الأرض فأنت ستحرق أي شخص على قطر 500 متر. الانفجار لهذه القوة الهائلة سيدفع الناس ويدفع بالصاروخ، فإذا أتوقع بأنهم لن يطلقوا الصواريخ من تحت الأرض وإنما سيحضرونها فوق الأرض ثم يطلقونها. سألت لماذا؟ هل يمكن أن يحدث ذلك فارقا؟ أعتقد بأن موطن القلق الأكبر هو أن إسرائيل وحلفائها أو لدى إسرائيل وحلفائها بأن عددا كبيرا من الصواريخ سيطلق سريعا، بحيث أنه سيغرق نظام الرادار وقدراته على الكشف وقدرة القبة الحديدية. الأمر بسيط، كلما زادت عدد الصواريخ فإذا لديك صواريخ القبة الحديدية، إذا كان لديك عددا كبيرا أكثر من قدرات الدفاع فإذا الاحتمال الكبير بأن صاروخا أو اثنين أو ثلاثة فعلا سيحققون الهدف. فإذا نعم، ولكن ربما ينبغي أن يكون عليهم أكبر إطلاق للصواريخ في الشرق الأوسط في التاريخ ليتمكنوا من اختراق الدفاعات الإسرائيلية، ولكن ليس لديهم القدرة للقيام بذلك.